السلام عليكم خواتاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نديرو زعلوكة بالبنجال، طبق يكون زيادة فوق الطبلة ونصبحوا به الطبلة ناكلوه بالكسرة ولا بالخبز عادي. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتفيدكم، بالك تجربوها اكيد راح تعجبكم، تجيب بزاف بنينة. هنا تشويو حسب افراد العائلة ديالكم، يعني هاد الاطباق يجيو في طبسي صغيور. يعني هنا شوينا 3 سنين تاع الثوم، حبيبه تاع باذنجان مع حبيبه تاع الطوماطيش. هنا نجيب هذوك 3 سنين تاع الثوم ديالي بعد ما قشرتهم، نحط لهم الملح، فلفل دريس زيت درجته، يعني فلفل حار كان هكاك زيت درجته مع الملح. من بعد كي ندرس الثوم نزيد الحبات تاع الطوماطيش ندرسها معاه ونزيد هذاك الباذنجان، يعني ندرسهم كامل. من بعد نديهم فوق النار، ندير لهم بيان سور الزيت، هاوليك هنا الزيت، ونحط فلفل كحل، فلفل احمر، الملح وفلفل الحار درناهم قبيل، وهذا راس الحانوت. من بعد كي تقلات لي الطوماطيش جد هذاك الباذنجان اللي درشتو عادي، كي تتقلى لي شويه وتشرب هذيك الطوماطيش نطفيو عليها، نحطوها في طبسي ونزرزقوها بزيت الزيتون. والزعلوكه تاعنا راهي واجده، توجد في دقيقه وسهله، ما منشبحو بها الطابله ديالنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شوفوا كي تعمروها بزيت الزيتون كي تجي بنينه، سورتو مع الكسره، ان شاء الله تعجبكم. نقولكم مع السلامه الى فيديو قادم، في امان الله.